حاضرة للمنافسة وحاضرة إلى التحدي المتحديين. هكذا التواصل مستمر أيها الحب الكريم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. أعلنت انطلاقة الشوط الثالث الخاص للمكار. المشتركات مسافتنا هي 1500 متر، أسماء قوية وأسماء حاضرة للمنافسة وإلى التحدي. المقدمة والصدارة هنالك هنالك معزة وعبد الله بن علي بن قريع من يقدم معزة، ولكن الله الله وصلت الخطرة. الحميدي بن راشد المجارح المري دخول مباشرة، وصلت جبارة وهادي بن راشد بن انديلة، ولكن دخول مباشرة. وصلت الدوحة وسيف بن علي بن حلفان غادم لا محال، يرفع راية التهديد من رابع المراكز الى ثالث المراكز، ولكن بن قريع مع معزة 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 علي عبد الله بن علي بن قريع الامبراطور، ولكن هنالك الحميدي بن راشد بن لفجح من يقدم اسمه كبير. الخطر الخطر لتكون خطرا في خط النهاية. الحميدي بن راشد من يقدم، ولكن معزة 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 مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء ما زالت معزة في المقدمة والصدارة. والعصاقوز يا بن قريع، ولكن أحد الواصلين وحزاري الخطر الحميدي بن راشد بن لمجح، ولكن وصلت خود وسعود بن محمد الروح المحرمي من يقدم لنا جمع الكباشي من يقدم لنا اسم كبير اسم متحدي لهذا التحدي، ولكن المقدمة وصدارة معزة معزة عبد الله بن علي بن قريع الامبراطور ليقدم لنا امبراطورية معزة والعصا قوز يا بن قريع سلام يا بن قريع سلام. ثاني الاسماء وصلت هنالك مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء. ثالث الاسماء وصلت وصلت جبارة وهادي بن راشد بن انديلة، وثالث الأسماء وصلت هنالك الخطر الحميدي بن راشد اللفجح. التوقف الزمني ساعة وصول، هنالك الامبراطور اللي قدم لنا أداء جميل 2:16:56. تهانينا والناموس لمالك معزة علي بن عبد الله بن قريع المري اللي قدم لنا أيضا معزة بهذا التحدي الكبير والعصا في